هل جربت يوما أن تكون صريحا مع نفسك؟ لم تكن حياة عادية إلا في بعض الأحيان أو بعض اللحظات التي تكون فيها بين يدي أمك. هل جربت يوماً أن تجرح مشاعرك قبل أن تجرح مشاعر الآخرين؟ هل جربت يوما أن تكون غير أنت، في مكان غير مكانك، في زمان لا تدركه؟ هل جربت يوما طلب الحقيقة والبحث عن مدلول الإنسانية في الحياة؟ هل علمت أن الكمال شيء مستحيل؟ هل علمت يوما أنك بالنسبة للعالم مجرد شخص؟ هل تعثرت يوما في حياتك ولم تستطيع الوقوف؟ هل علمت أن الحياة رواية عليك قراءتها فلا تقف؟
عند سطر حزين. هل جربت أن تواجه تلك النوائب التي لم تكن في الحسبان؟ هل جربت يوما إسعاد من أساء إليك؟ لا بد من بداية في كل شيء. ولا بد لكل شيء من بداية.